مرحبا بكم من جديد في الحدث الاقتصادي. في قضية اليوم كشفت غرفة الصاغة عن عدم تمكن تجاري من تصدير الذهب بغرض التصنيع منذ صدور منشور بنك السودان الأخير الذي ألزمهم بوضع ضمان ذهب صافي لتصدير الذهب بغرض التصنيع بدلا عن شيك الضمان الذي كان مسموحا به في الفترة الماضية. وأكدت الغرفة على عدم قدرة الصاغة على الإيفاء بمتطلبات هذا المنشور لمحدودية رؤوس الأموال، خاصة وأن معظمهم عليهم التزامات على البنوك لسداد ما حصلوا عليه من تمويلات. وحذرت غرفة الصاغة وتجار الذهب في بيان من تداعيات استمرار هذا الوضع الذي وصفوه بأنه يهدد بإغلاق معارض الصاغة مؤكدين في ذات الوقت بالعمل على حماية قطاع الذهب من أي تخريب. أوجد المنشور الجديد الذي أصدره بنك السودان المركزي بخصوص تصدير الذهب بغرض التصنيع تحفظات كثيرة من القطاعات العاملة في مجال الذهب، حيث استبدلت السياسات الجديدة رهن صادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة بإيداع ضمان ذهب مصفى بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها بدلا عن شيك الضمان، وهو ما كان معمول به طيلة الفترات السابقة. وتأتي تحفظات غرفة الصاغة وتجار الذهب لجهة عدم قدرة الصاغة على الإيفاء بهذا المنشور لمحدودية رأس المال، خاصة وأن معظمهم عليهم التزامات على البنوك لسداد ما حصلوا عليه من تمويلات. وحذرت الغرفة في بيانها من قطع مصدر رزق آلاف البشر فضلا عن المشاكل التي سيدخلون فيها بسبب عدم الوفاء بالتزامات مؤسسات التمويل. الخطر الذي يتهدد الصاغة بالخروج من السوق دعا الغرفة لمناشدة محافظ بنك السودان بإعادة العمل بشيك الضمان وتعهد بالتزام منسوبيهم بإعادة عائدات صادر الذهب المصدر بغرض التصنيع، مشيرين إلى أن النظام السابق الذي كان معمول به لعشرات السنين لم يسجل فيه أي مخالفة، وأعيدت كل الكميات المصدرة من الذهب بغرض التصنيع إلى البلاد بشهادة هيئة المواصفات والمقاييس. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عاطف أحمد عبد القادر، أمين الإعلام بشعبة الصاغة. مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا بك السيد عاطف أحمد عبد القادر. مرحب بك. مرحب 24 السودانية. بداية، ما هي دواعي تحفظات غرفة الصاغة وتجار الذهب على منشور بنك السودان الخاص بتصدير الذهب بغرض التصنيع؟ حقيقة يعني نحن كشعبة الصاغة تفاجأنا بقرار بنك السودان بالنسبة للشركات بغرض التصنيع والإعادة. وحقيقة هي شركات ملتزمة ولها دور كبير جدا في انتشار تجارة الذهب وعكس الصورة المشرفة في الأسواق العالمية، وعكست يعني جميع الاستثمارات دي كان لها دور كبير جدا الأتت للسودان دي كان سبب شركات التصنيع والإعادة. وناس أساسا شركات ليس لها أي من نوع من المخالفات ولها دور كبير جدا في الاقتصاد السوداني من ناحية جمارك، من ناحية دفع رسوم المواصفات، ولا دخل عالي. يعني فوجئنا نحن كشركات وكاتحاد كغرفة تجار الذهب بالقرار المجحف. يعني هو الواحد رأس المال محدود، ورأس المال ده مدعوم من عدة جهات، يعني في تمويل بنكي، في تمويل خارجي، في يعني انت الليل ما تسهل له وتخليه ينافس ويعكس الصورة المشرفة للسوق السوداني الموجودة في الخليج والموجودة حاليا في تركيا، إنه بتجي تحجمه بقرار يعني بنعتبره قرار جائر ومغرز. أنت ليه تجمد تخلي الزول بدأ تجمد له رأس مال موجود وهو أساسا ما عمل مخالفة؟
اساسا هو ما عمل مخالفه وما تعرض لمخالفه بشهاده المواصفات. طيب سيد يعني عاطف، لماذا تتخوف الغرفه طالما ان الذهب الذي يوضع بغرض الضمان فقط وسيسترجع حال يعني التزام منسوبيها باعاده الذهب المصنع، ما هي ملاحظاتكم على هذا المنشور؟ هذا ما فيه تكلفه، فيه رفع للتكلفه، يعني التكلفة بتكون عالية، يعني انت راجل عايز تصنع كيلو تحط مقابل كيلو، يعني هذه يعني دي بترفع التكلفة على يعني بتقلل نسبة الأرباح وبترفع التكلفة، يعني دي تحفظنا عليها. يعني انت ليه ما فيش الضمان؟ ممكن في يعني اشياء خلاف ذلك، انت تجمد راس مال بقدر انه راس المال تصنعه بتكلفه عاليه. يعني هنا التكلفه بتكون عاليه جدا جدا ومحدوده، والناس دي الراس مال بتاعها محدود. يعني انت لما تخط لها مقابل بالمقابل وهو اساسا ما عمل مخالفه، انت اخذت المقابل ليه؟ واساسا الراجل ده ما عمل مخالفه. اساسا هو ما عمل مخالفه، انت ليه بتفرض عليه حاجات مجحفه زي كده بدل ما تسهل له وتديه بحكم النشاط العمل والسمعه الجميله اللي عملها في الاسواق الخارجيه والاسواق دي انه انت بتكون بتحجمه؟ الليلة الناس عندها التزامات موجوده، انه نحن كنا قبل ساعتين في تركيا وفي دبي عندها التزامات، دي واقفه المفروض توفوا اسع بالغلط توقفها، يعني دي سمعه ما جميله، يعني بحكم انه السؤال هو اساسا ما خالف ما عمل حاجة شاذة، هو زول له دور ودافع، يعني بيدفع رسوم بيدفع جمارك، يعني ليه يجي قرار جائر ومشحذ زي ده؟ طيب الغرفة ناشدت محافظ بنك السودان بإعادة الأمر والاكتفاء بشيك الضمان، ما هي أدواتكم وآلياتكم لمراجعة هذا المنشور؟ والله نحن حاليا بدينا بخطوة المناشدة وكتبنا دلوقتي، يعني نحن عندنا خطاب قدام المحافظ ليه قرابة 10 يوم من 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 صدور هذا القرار، يعني ما التفت ليه ولا ادانا نوع من الاهتمام. يعني لو انه المحافظ انه الايام دي ايام موازنه وميزانيه وكده، يعني اساسا المفروض يفرق لنا حاجه تناقش مشكلتنا دي وتشوف نحن عملنا كده ليه عشان يضع لنا شروط دي. يعني انت دي شروط الغين دي تقدر توقفني، يعني قول لي سو جو هير، يعني ما تستغل. يعني انت لما تضع لي شغل زي ده وقوانين زي دي وشروط زي دي، ليه انت قادر تقلل تكلفتك؟ انت بتزعى تقلل تكلفتك وانت قدامك مستقبل وقدامك استثمارات وقدام، ليه؟ خلي السمعه جميله. يعني نحن في خططنا وفي هناك كشركات انه دارين نستقطب المصانع من برا ونستغرب طبعا، لانه السودان سوق محدود. يعني الليله دبي مفتوحه، تركيا مفتوحه، لانه جميع الدول بتيجي تشتغل فيها، عشان كده بتلقى جميع الازواج والسلام مقبول. نحن دارين نحن بوضعنا دوب بكميه شغلنا اللي بتشتغل وشوفوها دي، دارين نجيب يعني لقدام لما يدينا سنه سنتين لقدام، انه بنحاول شنو؟ نغري الناس دي نجيب ونكون نوطن الصناعه، لكن بشنو؟ بفهم. واغنع صاحب راس المال الخارجي ده انه لما يجي يستثمر هنا في الحاجه اللي بمشي انا اجيبها من برا دي، انه يكون في لها سوق ما اعرضه لخسارات. طيب ده يعني دي من خططنا نحن، يعني نحن من خططنا ذات انه كونوا الاسواق المصانع التركيه والمصانع الموجوده في الخليج تجي عندنا في السودان وتستثمر، جميل، لكن انت ما بتخط لي قرارات فجاه كده على اساس انه بتخوف الناس دي زاد وبتخوف، ما بيجوا. نعم، يعني في افكار زي دي بقرارات زي دي ما بيجوا، بتاثر يعني. طيب سيد عاطف، نعم. ختاما، يعني ما هي النتائج المتوقعة على قطاع الصاغة في حال استمرار القرار وإصرار بنك السودان على تنفيذه؟ والله نحن طبعا دي حاجة في يد الحكومة، لكن أساسا نحن بنناشد إنه الناس ياخذوا رأينا ويتناقشوا معنا. القرارات اللي بتترتب عليه إنه حاليا حتى المصانع زي ما قلت لك والشركات اللي عندها نية في تتعامل مع السودان حتحجم عن الشغل. ليه؟ لانه في قرارات ما ممكن هو جاي يستثمر هنا وجاي يعمل هنا الشغل ده يلقى قوانين زي دي. دي اول حاجه سمعه ما جميله، في مجال الذهب الاستثمار، يعني حقيقه ما جميله. ثانيا انه المعروض الموجود في الهنايه ده تتغير حيقل، يعني انا خايف من ممارسات ثانيه، يعني الناس بقت الليل عندها سيوله في يدها،
عندها سيوله في يدها تعمل بها حتخش بها في المضاربات. يعني نحن ما بنتوقع الاحداث اللي حتحصل، لكن نحن ما دارين انه تتطور للأسوأ. يعني احنا لما نقعد الليله مع المحافظ ويحمل مشكلتنا ويشوف مشكلتنا ويتناقش مع مشكلتنا بفهم وبحلول انه ترضي الطرفين وتضمن الحقوق وتضمن الحقوق للطرفين اساسا بيكون في انسياب وانسياب في الشغل وبتكون الصوره مشرفه. لان انت ما تفتكر انه شغل انه التصنيع ده نحن ذاته زي ما ذكرت لك صوره واجهه خارجيه انت ما تفقد كمان الخارج لانه انت مرتبط بالخارج، انت اساسا مرتبط بالخارج تفقده ليه الخارج يعني؟ انت نعم. يعني نعم. انت في فتره بتاعت انفتاح ورفع العقوبات وشغل زي ده انت بتحاول تفتح اسواق دي كلها ليها عائد. وبالمناسبه يعني نحن بنقول يعني المفروض يكون في لنا صوت شك لانه الشركات دي هي الذهب الليله الموجود المعتمد عليه الحكومه هي السبب، هي اللي هي المونت المعدنين الصغار دي وخلتهم منه ينتجوا بالصوره زي دي. يعني المفروض يتعافى يعني يتكافؤوا بصوره جميله وبقرارات مدروسه وكده يعني يتمنى يثق بها يعني. نعم، انا اشكرك السيد عاطف احمد عبد القادر امين الاعلام بشعبه الصاغه، كنت ضيفا علينا في الحدث الاقتصادي. الله يخليك، شكرا جزيلا. ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الإقليمية والعالمية.